بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتورة شيماء بدوي. النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن الترانسكريبشن. بعد ما اتكلمنا عن الـ RNA types وعرفناهم، هنتكلم النهاردة بقى عن الترانسكريبشن وخطوات الترانسكريبشن، وإزاي الـ DNA هيتحول لـ RNA. طيب يعني إيه الترانسكريبشن؟ كلمة ترانسكريبشن، وكمان في كلمة تانية بتتلخبطوا فيها، ترانزليشن. الحقيقة ان الترانسكريبشن ده معناه ان احنا بنصنع نسخة من الـ DNA على هيئة RNA، بمعنى ان احنا بنترجم من لغة للغة بنفس اللغة، بنترجم الحروف بنفس اللغة اللي احنا بنتكلم بيها. الفرق بس انه في الـ DNA نوع الريبوز دي اوكسي ريبوز، والفرق ان في الـ RNA الريبوز ده ريبوز عادي مش دي اوكسي. ده الفرق الوحيد ما بين الـ DNA والـ RNA. وبالتالي احنا بنعمل ترانسكريبشن، يعني كأننا احنا بنعمل طباعة، يعني بناخد نفس النسخة بس يمكن بحاجات مختلفة بسيطة خالص. ممكن تبقى النسخة بالألوان، فنسخة تانية من الـ RNA تبقى أبيض وأسود، لكن في الآخر هما الاتنين حمض نووي، والاتنين بنستخدمهم في الترجمة بعد كده. كلمة ترجمة بقى هي دي الترانزليشن. يبقى احنا عندنا ريبليكيشن يعني تضاعف، عندنا ترانسكريبشن يعني نسخ، ترانزليشن يعني ترجمة. الترجمة معناها ان الـ RNA هحوله لبروتين، يبقى انا كده ترجمته لحاجة ملموسة اللي هي البروتين. يبقى احنا عندنا ثلاثة terms ما نلخبطش بينهم: replication, transcription, translation. قال لك الترانزليشن دي ترجمة، يعني انا بترجم من لغة لغة تانية، وفعلا انا بترجم من الحمض النووي للبروتين. فناخد بالنا ان ده بيختلف. طبعا الـ RNA ده زي ما احنا عارفين single strand، بينما الـ DNA ده double strand double helix زي ما احنا عارفين. طيب الـ RNA اللي بيطلع من الـ DNA على طول ده اسمه messenger RNA، وهنعرف ان الـ messenger RNA بيمر الاول بمرحلة قبل ما يبقى mature form، هنقولها دلوقتي واحنا بنتكلم على الديتيلز بتاعة الترانسكريبشن. اخد بالي بقى انه بداية من الترانسكريبشن والترانزليشن الاثنين دول على بعض بنقول عليهم جزء من الجين اكسبريشن. يعني ايه جزء من الجين اكسبريشن؟ اكسبريشن يعني التعبير الجيني، يعني ازاي الجين بيعبر عن نفسه. الجين بيعبر عن نفسه بحاجتين، بالار ان ايه، وبعد كده يروح يترجم فيعمل بروتين. يبقى الاثنين دول جزء من الجين اكسبريشن اللي مسؤول عن ان هو يحول لنا الار ان دي ان ايه الار ان ايه بالترانسكريبشن، وبعد كده الار ان ايه للبروتين بالترانزليشن، والاثنين بنعتبرهم جين اكسبريشن. لما نيجي بقى نعرف الترانسكريبشن كده ساينتيفيكالي كده نقول عليه ايه بقى؟ نقول عليه it is the synthesis of messenger RNA from a DNA template which occurs in 5-3- direction 5-3- direction. الفكرة ان احنا لازم نفهم، بنبقى عارفين ان المسنجر RNA او اي RNA التتابع بتاعه بيبقى في اتجاه 5-3، ال RNA في اتجاه 5-3، بينما ال DNA اللي احنا بنعمل منه اللي هو اسمه template بيبقى في اتجاه 3-5. طيب هو مين اللي بيجي يعمل لي ترانسكريبشن؟ مين اللي بيعمل لي الـ RNA؟ من اسمه اللي بيعمل الـ RNA اسمه RNA polymerase. polymerase بيعمل بلمرة للنيوكليوتيدات بتاعة الـ RNA علشان خاطر يصنع منها RNA شريط كبير من كذا نيوكليوتيدة جنب بعض. طبعا لازم نبقى عارفين انه البيزز اللي بتتعمل لازم تكون complementary، يعني الأدينين قصاده اليوراسيل، الجوانين قصاده السيتوزين، وهكذا. وانتي بارلل يعني لو التمبلت اتجاه 3-5 زي ما احنا عارفين، يبقى الـ RNA في اتجاه 5-3، يبقى دي معنى كلمه complementary. وانتي بارلل complementary يعني الادينين قصاده اليوراسيل. هو المفروض في الـ DNA كان الادينين يبقى قصاده ايه؟ كان المفروض يبقى قصاده ثيامين، لكن في الـ RNA هيبقى قصاده اليوراسيل، والجوانين قصاده السيتوزين، وهكذا. دول بنسميهم complementary. لازم نعرف احنا لسه قايلين انه في حاجه اسمها جين اكسبريشن، والجين اكسبريشن بيضم ترانسكريبشن وترانزليشن. احنا النهارده بنتكلم على اول ستيب في الجين اكسبريشن اللي هي الترانسكريبشن. الجزء اللي على شريط الدي ان ايه اللي احنا رايحين نعمل له ترانسكريبشن، الجزء ده بنسميه ترانسكريبشن يونت. وهنعرف بعد شويه ان الترانسكريبشن يونت بيبقى فيها حاجات قبل منها وحاجات بعد منها عشان خاطر نقدر نعمل الترانسكريبشن وننظم لي موضوع الترانسكريبشن. طبعا على الاقل ان اليونت دي انكود، يعني الكود بتاعها عباره عن 1 جين، ممكن يبقى اكتر بس مش اقل من يكون في كودنج ال 1 جين نقدر نعمل منه مسنجر RNA. وبعد كده زي ما احنا لسه قايلين من شويه انه المسنجر RNA بعد كده عن طريق الترانزليشن هيتحول لبروتين،
وكده نبقى عملنا جين اكسبريشن كامل بخطوتين اللي هما ترانسكريبشن وترانزليشن. هنتكلم دلوقتي بالتفصيل على كل ستيب من الستيبز بتاعه الترانسكريبشن، هنتكلم عن الانزيم اللي بيعمل الترانسكريبشن، هنشوف بعد كده هو خلاص المسنجر ار ان ايه بعد ما اتعمل له ترانسكريبشن كده خلاص، هنعرف كل ده في باقي المحاضره. الحقيقه في فروقات ما بين الترانسكريبشن في البروكاريوتس وفي اليوكاريوتس. طيب اكيد انتوا في الهيستولوجي اخدتوا يعني ايه بروكاريوتس ويعني ايه يوكاريوتس. يعني بكل بساطه انه البروكاريوتس دي ما عندهاش نيوكليوس وما عندهاش ممبرين باوند اورجانيلز اصلا، لكن الايوكاريوتس طبعا في نيوكليوس، وبناء عليه هيبقى في فرق ما بين الترانسكريبشن والترانزليشن. الترانسكريبشن بيحصل في النيوكليوس بينما الترانزليشن هيحصل في السيتوبلازم، لكن في حاله البروكاريوت هو ما فيش اساسا نيوكليوس فكل الحاجات بتحصل في السيتوبلازم. وشويه فروقات تانية هنقولها. ايه الفروقات بقى اللي ما بين البروكاريوت والايوكاريوت في الترانسكريبشن؟ زي ما انا لسه قايله انه الاثنين بيحصلوا في السيتوبلازم في حاله البروكاريوت، بينما في حاله الايوكاريوت بينفصلوا عن بعض بالنيوكليير ميمبرين زي ما احنا شايفين اهو، بيحصل ترانسكريبشن وحاجه بعد كده اسمها الار ان اي بروسيسنج هنتكلم عليها، وبعد ما يخلص كده عندنا ماسنجر ار ان اي ماتيور فورم بتطلع في السيتوبلازم وتكمل بعد كده عمليه الترانزليشن. ودي احنا جايبين لك اهو الريبوزوم المصنع اللي بيشتغل فيه وبيطلع لنا البولي بيبتايد اللي هو بعد كده الترانزليشن عشان البروتين. تمام. ايه تاني ممكن يبقى؟ لو جينا اتكلمنا على الترانسكريبشن فاحنا هنقول ان هو عباره عن 3 ستيجز او 3 ستيبس كبار. 3 ستيبس دول عباره عن الانيشيشن البدايه الاول وليها شروط هنقول عليها اللي يحصل عشان خاطر نبتدي، والونجيشن بمعنى ان احنا بنضيف البولي مارز علشان خاطر تعمل شريط الار ان اي، واخر حاجه الترمينيشن ان احنا نوقف خلاص. هناخد كل خطوه دلوقتي بالتفصيل. نيجي نقول الانيشيشن ده ايه اللي بيحصل فيه. الانيشيشن ده بيحصل فيه ان الار ان اي بوليميريز وده الانزيم المسؤول عن ان هو يعمل ترانسكريبشن ويعمل ار ان اي من اسمه ار ان اي بوليميريز. الانزيم ده عشان خاطر يبتدي يشتغل على شريط الدي ان اي بيبقى في مكان على شريط الدي ان اي اسمه البروموتور سايت. البروموتور سايت ده مسؤول عن ان هو يوجه الار ان اي بوليميريز عشان خاطر يقدر يبتدي يعمل ترانسكريبشن. الار ان اي بوليميريز نفسه ده عباره عن 5 سب يونت ماسكين في بعض، 2 منهم الفا سب يونت و2 بيتا وواحده سيجما. المفروض ان السيجما سب يونت دي بتاعه الار ان اي بوليميريز هي المسؤوله ان هي تقول له تعالى هي دي الحته اللي احنا هنبتدي نشتغل عليها ونبتدي نطلع منها ار ان اي. بمجرد ما السيجما بتمسك في المكان ده البروموتور سايت والدي ان اي بتاعها يبتدي بقى الباقي السب يونت بتاعه الار ان اي بوليميريز تبتدي بقى تيجي في المكان ده وتشتغل وتضيف نيوكليوتيد وتعمل ار ان اي. زي ما انتم شايفين كده في الرسمه دي احنا عندنا السيجما فاكتور اهو مسك في المكان اللي المفروض هنبتدي فيه نعمل الار ان اي بوليميريز، بينادي على الار ان اي بوليميريز ويقول له تعالى احنا هنشتغل هنا. يبتدي بقى ايه السيجما فاكتور يعمل ان ويندنج للشريطين بتوع الدي ان اي عشان خاطر يوسع للار ان اي بوليميريز ان هو يشتغل ويبتدي يضيف النيوكليوتيدات. طبعا زي ما احنا عارفين النيوكليوتيدات بتتضاف في اتجاه ايه بقى؟ بتتضاف في اتجاه 5-3 بينما التمبلت بيبقى في اتجاه 3-5، علشان كده بنقول ان احنا النيوكليوتيدات بتبقى كومبلمنتري وانتي بارالي. انتي بارالي لانه التمبلت من 3-5 لكن الار ان اي بيبقى في 5-3، وكومبلمنتري بمعنى الادينين نحطه قصاده يوراسيل والجوانين نحطه قصاده سيتوزين، سيتوزين نحطه قصاده جوانين، اليوراسيل نحطه قصاده ادينين، وهكذا لحد لما نكمل شريط الار ان اي. في كل مره خلصنا فيها جزء من التمبلت دي ان اي بيرجع تاني دبل هيليكس عادي خالص لحد لما نخلص الجزء بتاعنا، وفي الاخر الار ان اي يبتدي يسيب شريط الدي ان اي تمبلت عشان خاطر يبقى خلاص كده اكتمل الار ان اي. وبعد كده السيجما فاكتور بتريليز خلاص وبتسيب الجزء الدي ان اي لان هي كده خلصت المهمه بتاعتها. السلايد دي بتقول الكلمتين اللي انا قلتهم من شويه، بمعنى انه لما بيجي الار ان اي بوليميريز يرتبط بال يجي في المكان اللي السيجما فاكتور اختاره، الدي ان اي بيحصل له ان ويندنج بيبتدي يفرد كده بدل ما هما مكانوا ماسكين في بعض دبل هيليكس بيبتدي يفرد بقى عشان خاطر ايه يفضي مكان بقى للار ان اي بوليميريز اللي هو يعرف يشتغل. بيقول لك انه غالبا في كل مره بيحصل فيها ان ويندنج بتبقى في حدود من 10-20 نيوكلي 10-20 بيز في المره الواحده عشان خاطر يبتدي يشتغل الار ان اي بوليميريز في الاتجاه 5-3.
زي ما احنا شايفين ال RNA بوليميريز هنا اهو، ال RNA بوليميريز المفروض ان هو خلاص كده خلص، فالمفروض ان هو ايه بقى طلع لنا شريط ماسنجر RNA اهو، المفروض ان الماسنجر RNA ده اتجاهه 5، ادي هنا الثلاثة الاند بتاعته 3 لان البداية بتاعته دايما هتكون 5، واكيد التمبلت العكس، التمبلت كان اتجاه 3 5، اهو المفروض ان هنا في 3 والمفروض ان هنا في 5، ونبتدي ده بنسميه الدايركشن اوف ترانسكريبشن اللي هو بنسميه داون ستريم. اخر حاجه بقى التيرمينيشن، هي فكره انه الار ان اي بوليميريز يبتدي بقى يسيب التمبلت خلاص بعد ما خلص، والار ان اي بوليميريز الماسنجر ار ان اي نفسه يبتدي يسيب الدي ان اي خلاص، والسيجما فاكتور تسيب الدي ان اي خلاص، ده بنسميه التيرمينيشن. التيرمينيشن ده غالبا بيبقى فيه ستوب كودون على شريط الدي ان اي، هو اللي بيقول لنا خلاص كده كفايه. لو ما فيش الستوب كودون ده بيبقى فيه حاجه اسمها الرو فاكتور ديبندنت او الرو ديبندنت تيرمينيشن، لو موجود. لو ما فيش بيبقى اندبندنت، وساعتها الار ان اي بوليميريز بيتعرف على ستوب كودون غالبا بيبقى في سوليد بالندرومز. البالندرومز دي الار ان اي بوليميريز بيفهم منها ان خلاص كده يعمل تيرمينيشن ويوقف خلاص تصنيع الار ان اي، وخلاص بقى كل واحد بيروح لحل سبيله زي ما كنا في الاول. الار ان اي بوليميريز بيسيبه، السيجما فاكتور خلاص بتريليز، الماسنجر ار ان اي خلاص بقى معانا، وكل حاجه كده الدي ان اي كمان اللي كان حصل له انويندنج يبتدي بقى يرجع زي ما هو دبل هيليكس. لازم نعرف يا جماعه انه شريط الار ان اي اللي بنعمله ديا من الدي ان اي بنسميه بريماتيور، او بنسميه بري ماسنجر ار ان اي، او ممكن نسميه برايمري ترانسكريبت، او هيتيروجينس نيوكليار ار ان اي. كل دي اسماء للار ان اي اللي لسه متصنع جديد فريش. طب هل الماسنجر ار ان اي اللي متصنع فريش ده هو اللي بنشوفه في السيتوبلازم؟ ما هو المفروض بعد ما خلص ترانسكريبشن في النيوكليوس المفروض هيحصل له حاجه اسمها بروسيسنج، وبعد البروسيسنج هيطلع في السيتوبلازم. طب هو ما فيش اي حاجه بتحصل؟ لا، في حاجه بتحصل ادينا قلنا عليها اسمها البروسيسنج، بمعنى انه الهيتروجينس نيوكليار ار ان اي الفريش ده اللي لسه طالع من الدي ان اي بنعمل له شويه موديفيكيشنز، تغيير شويه، بنعدل فيه حاجات معينه عشان خاطر يطلع في السيتوبلازم يؤدي الوظيفه بتاعته، وبنسميها الماتيور فورم. يبقى هو في النيوكليوس لسه ما طلعش في السيتوبلازم، بنسميه بريماتيور، او بنسميه بري ماسنجر ار ان اي، او بنسميه برايمري ترانسكريبت. في الحاله دي بيبقى فيه حاجه اسمها انترون واكزون. انترون واكزون هنفهم معناهم من الاول دلوقتي يعني ايه. بيبقوا موجودين فين؟ بيبقوا موجودين على شريط الماسنجر ار ان اي. الانترون ده عباره عن نون كودنج سيكشن من النيوكليك اسيد موجود ما بين الكودنج ريجون. الكودنج ريجون مين دول؟ هما الاكزونز. يبقى انا عندي شريط الار ان اي ده فيه جزء كودنج وجزء نون كودنج، يعني فيه جزء هيطلع منه بروتين بالترانزليشن وفيه جزء لا مش هيطلع. نخلي بالنا احنا هنا بنتكلم على ال RNA، ال RNA يبقى الجزء بتاعه اسمه كودنج ونون كودنج، فالكودنج اسمه اكزون والنون كودنج اللي ملوش لازمه اسمه انترون. لما نيجي نعمل بروسيسنج احنا عايزين الماتيور فورم اللي هيعمل بالوظيفه، فبالتالي احنا محتاجين الاكزون مش محتاجين الانترون. فالبروسيسنج ده بيقص الانترون خلاص، بيشيلها من مكانها ويرميها ويعمل جويننج للاكزونز ببعضها، فيبقى شريط الماتيور ار ان اي ماسنجر ار ان اي عباره عن اكزونز كودنج ريجونز جنب بعض ما فيهاش انترون. وده الفرق اللي ما بين الار ان اي اللي موجود في النيوكليوس والار ان اي اللي موجود في السيتوبلازم. عمليه بقى ان انا اشيل الانترون والزق الاكزونز تاني مع بعض بنسميها السبليسنج. سبليسنج ان احنا نقعد نقصقص كده الجزء اللي فيه انترون ونشيله، وبعد كده نلحم بعد كده الاكزونز مع بعض وتديني الماتيور ماسنجر ار ان اي، او تديني الـ خلاص الفورمه اللي هتبتدي تعمل الفانكشن بتاعتها في الترانزليشن بعد كده. هل في بروسيسنج تاني بيحصل للماسنجر ار ان اي؟ البروسيسنج التاني ان هو بيضاف له كاب وبيضاف له تيل. كاب كده زي الطاقيه من قدام، بدايه كده سيجن سايد جوانوزين، والكابين ده تيل عباره عن بوليو ادينايليت تيل. ادي اهو تبسيط كده للاكزون والانترون. عندنا الانترون اهي، الانترون اهو، الحاجات الزرقاء دي احنا مش محتاجينها، بنعمل لها بروسيسنج اهو ونشيلها خالص في الاخر خالص، ما بيبقاش ايه الماسنجر ار ان اي او الماتيور ماسنجر ار ان اي ما فيهوش انترونز خالص، عباره عن اكزونز متلزقه في بعض. وعملنا له كمان البولي ادينايليت تيل اهو، التيل بتاعه عباره عن ادينين ماسكين في بعض
جنب بعض على طول. وعندنا الكاب اللي ده عباره عن 7 ميثايل جوانوزين ترايفوسفيت كاب، بدايه كده بتحمي الماسنجر ار ان ايه وهو ماشي من الاكزونيوكليزز، وبتوجهه ناحيه السيتوبلازم عشان خاطر يشوف الايه الريبوزوم. الرسمه دي بتوضح لنا الخطوتين اللي بيحصلوا، خطوه الترانسكريبشن اللي بتحصل في النيوكليوس اهي، الزرقاء دي بتحصل في النيوكليوس اهو، ادي شريط الدي ان ايه الدبل هيليكس اهو، الار ان ايه بوليميريز واقف عليه اهو، وعمال انويندنج اهو، وبيكون بقى شريط الماسنجر ار ان ايه زي ما انتم شايفينه. وده اللي يدوب النسخه الاوليه او الاصليه البرايمري ترانسكريبت اللي لسه هتتعرض للبروسيسنج، ويضاف لها الكاب والتيل اهو، ويبقى عباره عن اكزونز بس. طيب احنا خلصنا كل ده، وادي الكاب بتاعنا وادي التيل بتاعنا، بنطلع على السيتوبلازم بقى ونروح على الريبوزومز عشان خاطر يبتدي يحصل لنا ترانزليشن. اتمنى ان الصوره دي تكون موضحه الفكره كلها على بعض، وانا كده خلصت، واتمنى ان شاء الله يكون الترانسكريبشن سهل عليكم، وانا مستعده لاي استفسار في اي وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.